بعد دعوته قبل أيام إلى إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، قال الرئيس المشترك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض صلاح الدين ديمرتاش إن رئيس النظام رجب أردوغان سيعمد إلى إبقاء أعضاء حزب الشعوب في السجن حتى الفوز بالانتخابات مرة أخرى. ديمرتاش أوضح في بيان أن سلطات النظام التركي تصر على بقاء أعضاء حزب الشعوب في السجن للفوز مرة أخرى بالانتخابات، معتبراً أن وضعهم في السجن والعمل على بقائهم فيه هو من جعل الحكومة تتفرد بالسلطة حسب تعبيره. كما أشار الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب إلى أن السلطات تعمل على تصوير قضية إغلاق الحزب على أنها قضية رئيسية في تركيا، متجاهلين التنازل عن الموارد الاقتصادية للبلاد لصالح فئات معينة والأزمة الحالية التي تمر بها. وحول الأوضاع الجارية في تركيا، بيّن ديمرتاش إن الحل يكمن في النضال السياسي وتوحيد الصفوف بين أطياف المعارضة، مؤكداً أن كل القضايا العالقة في البلاد كانت ستأخذ مساراً مختلفاً لو كان هناك قضاء منصف وعادل. هذا وتتزايد مطالب المعارضة التركية بإجراء انتخابات مبكرة، فيما يرفض رئيس النظام رجب أردوغان ذلك ويصر على إجرائها بموعدها عام 2023 في ظل الاستطلاعات الكثيرة التي تشير إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم.